امرأة اعتمرت بعد أن أحرمت ولكنها لم تخلع النقاب ناسية أثناء العمرة، هل عليها شيء؟ إذا كانت ناسية فليس عليها شيء، أما إذا كانت ذكرت أو ذكرت وعلمت واستمر النقاب أو البرقع عليها بعد علمها يكون عليها فدية، يكون عليها فدية، إما أن تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، أو تطعم 6 مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم 3 أيام بالخيار. نعم.